السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد من معهد دار العلوم. اليوم راح نكمل بالمحاضرة السابعة من مادة محاسبة الشركات. طبعا تحدثنا بالمحاضرة السابقة عن انفصال الشريك، وقلنا إنه بيتم عند انفصال الشريك فتح حساب اسمه الشريك المنفصل، وبيتم إقفال أو إرسال جميع الأمور الخاصة او يلي الشريك له حصه فيها، كمثال الارباح، حصته من الارباح، حصته من الخسائر، حصته من الارباح المحتجزه، حصته من الاحتياط العام، حصته من شهرة المحل، حصته بالفوائد، راس المال الله يبعدنا عنا وعنكم، فوائد المسحوبات الله يبعدنا عنا وعنكم، مسحوبات الى اخره. كل الامور الخاصه بالشريك سواء له او عليه بيتم ترحيلها لحساب الشريك المنفصل، ثم يتم تسكير هذا الحساب اما على الصندوق او المصرف او عن طريق اعطاء واصل الى اخره من الامور المتفق عليه بين الشركاء القدامى. الطريقه الثانيه ل تقدير حقوقه غير الطريقه الدفتريه هي التقدير الجزافي او التقديري. يعني بيتم تحديد حقوق الشريك المنفصل طبقا لاخر جد اجرته الشركه واخر قائمه ماليه او قائمه مركز مالي او ميزانيه اعدتها الشركه، وبيضاف الى نسبه مقوميه متفق عليها من قبل الشركه عن الفتره الزمنيه من اخر جد وحتى تاريخ الانفصال. طبعا هذه الطريقه الهدف منها هي تقليل الجهد المبذول والتكاليف دون اللجوء الى اعاده التقدير. ليش؟ لما نقوم نحن باعاده التقدير الاصول او الخصوم بصير في عندنا بدنا وقت وجهد وتكلفه لحتى نقدر نحصل حقوق الشريك المنفصل، لكن بطريقة التقدير الجزافي أو التقديري بنقدر القيمة على أساس آخر ميزانية أو جبر قمنا ونضيف له نسبة معينة ونعطيه حقه. مثال ألف وب جيم شركاء في شركة تضامن، اتفق الشريك جيم على الانفصال بتاريخ 1/7 وقد اتفقوا على الآتي. طبعا واحد، احتساب فائدة رأس المال السنوية بواقع 10% الله يبعدنا عنا وعنكم. اثنين، الشركاء يقتسمون الارباح والخسائر بالتساوي. ثلاثه، بيتم دفع نصيب الشركه المنفصل المستحق له بشيك من الشركه. طبعا الاخذ العلم انه حساب الشركه المنفصل بيتم فتحه بطريقه اعاده التقدير او بطريقه التقدير الجزافي مثل ما شفتوا هون. بكل الاحوال بيتم فتح حساب خاص فيه. فاذا علمت طبعا انه كانت قصه الحسابات الشخصيه بين قوسين الحسابات الجاريه وراس المال ب1/7 كانت كالتالي: الف حسابه 15000 مدين، يعني الشركه اللي عليه وراس ماله 200000. الشريك ب له الشريك ب طبعا نعتذر على هذا الفاصل الطارئ، نكمل. فإذا علمت أن الأصل طبعا أصل الحسابات الشخصية أو الجارية إضافة لرأس المال كانت كالتالي: 15000 مدين، 20000 دائن، 10000 مدين، رؤوس أموال 200000، 300000، 200. طبعا كلمة مدين بجانب الحساب الشخصي معناتها الشركة اللي معه، وكلمة دائن معناتها له مع الشركة. اثنين، كان وصل حساب الأرباح خسائر دائنا، يعني في حساب في خسائر عفوا في أرباح بمعنى يملك 90000. ثلاثة، الاحتياط العام 30000. المطلوب إجراء قيود اليومية وتصريح حساب الشريك المنفصل. أول شيء طبعا في عنا هون طلب عنا احتساب فوائد، طلبوا مني احتسبوا الفوائد أو في اتفاق، فهذا الاتفاق لازم يتنفذ. والاتفاق هذا لما بده يتنفذ بده يكون عندي بيانات، فالبيانات هي بالسفل. فواحد احتساب فائدة رأس المال بوقع 10% سنويا، فراح يكون من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب فائدة رأس المال الشريك جيم، هي اثباتها. بعدين من حساب فائده راس مال الشريك جيم الى حساب الشريك المنفصل جيم. لا تنسى انه كل شيء من راح له حساب الشريك المنفصل. حسابه الجاري مثل ما شايفين هون، الجاري اللي هو جيم مدين راح كمان نحوله ل الشريك المنفصل. فحساب الشريك المنفصل مثل ما قلنا سابقا اشبه بحساب ارباح وخسائر، كل شيء على الشريك يوضع بالطرف اليمين وكل شيء للشريك يوضع بالطرف اليسار. من حساب الشريك المنفصل جيم الى حساب جاري الشريك جيم، تحويل حسابه الجاري الى حساب الشريك المنفصل. ليش؟ لانه مدين، يعني الشركه اللي معه فهو خسارة على الشريك.
بعدين حنوزع الاحتياطي اللي عم نحذفه. خلصنا من هاي، ما في مشكلة فيها. الجاري تبعه قفلنا له اياه. هلا بدنا نرحل الحساب والنصيب من الارباح والاحتياطي العام، بدنا نرحلهم. الاحتياطي العام 30,000 رح نوزعه 1000 بي جي مع 10 ب 10 ب 10، لانه عندنا هون طبعا هون 20 300 200 300 شركه. في عندي هون الشركه يختصمون الارباح والخسائر بالتسليم، ما عاد خلص لقيت النسبه من حساب الارباح والخسائر الى مذكورين، او الاحتياطي العام بنبلش يوم حساب الاحتياطي العام الى مذكورين، حساب جاب الشريك الف، حساب جاب الشريك ب، حساب جاب الشريك جيم. لاحظوا رغم انه رؤوس اموال متفاوته لكن حصص الارباح متساويه، وهذا يجوز. من مذكورين من حساب ارباح خسائر عفوا الى مسكون حساب جاب الشريك الف، جاب الشريك ب، جاب الشريك جيم. توزيع ارباح على التقدير على الشركاء كمان اللي قلنا عليها سابقا. طبعا مو هي اعاده التقدير، طبعا هنا في خطا، هي ما المعنى في اعاده التقدير، هن ليس اعاده التقدير اللي حكينا عنها سابقا انه من نعمل اعاده تقدير الاصول والخصوم الى اخره، لا. 200,000 من حساب رأس مال الشريك جيم إلى حساب الشريك المنفصل جيم، حول رأس ماله. بعدين نتيجة رصيد حساب الشريك المنفصل راح نسدد له إياه، إذا كان هون في اتفاق بيناتهم على كيفية التسديد. هون قالوا إني أدفع نصيب الشريك المنفصل مستحق له بالشريك من الشركة، فبالتالي راح يكون سددت الحصة عن طريق المصرف. فلاحظوا هون فائدة رأس ماله، الله يبعد عنا وعنكم الفوائد، الاحتياطي العام، أرباح وخسائر، رأس ماله، هذول كلهم له، مقابل مديونية جاري الشريك. فبصير عندنا 250,000 ناقص 10 له 240,000. هال 240,000 رصيد منقول، كيف بدنا نسددها؟ بنسددها عن طريق المصرف. 240,000 بيكون تسكر حساب الشريك المنفصل. طبعا هون مثل ما يكون شايفين لحد هون نحن بغض النظر عن كلمة مصرف كنا عم نقول كيفية تحديد حقوق الشريك المنفصل. يعني بغض النظر عن المثال السابق انه تم سدادها، خلينا نعتبر انه لم يتم سدادها، سواء بطريقة اعادة التقدير او بطريقة التقدير الجزافي. لنفرض انه ما سددنا وهلا بدنا نسدد. بعد ما حددنا حقوق الشريك المنفصل سواء عن طريق الجبد الفعلي او الجزافي او عن طريق، وذلك عن طريق حصر حقوق والتزامات في حساب الشريك المنفصل او حساب راس ماله او حساب الشخصي. طبعا بجوز انه نحن نحله كله لراس ماله او للجاري تبعه، او نفتح حساب الشريك المنفصل نفس الشيء، مهم شيء بتخصه له فقط، حيث يتم سداد هذه الحقوق باحدى الطريقتين. رح نسدد واحد من موارد الشركه مثل ما شفنا هون، بنك، صندوق الى اخره. اثنين، السداد من موارد الشركاء الخاصه، حيث يحق للشركاء شراء حصه الشركه المنفصل وذلك بدفع مبلغ لهم من اموالهم الخاصه، ويتم جعل حساب الشريك المنفصل مدينا وحساب الشريك او الشركاء الباقين دائنا، وذلك عن انتقال حصه الشريك المنفصل الشركاء الباقين الذين اشتروها. يعني نحن هلا بدنا نسدد، يا اما بيعطوه من الشركه نفسها، او بجوز الشريك يقول انا بدي اشتري الحصة، فبالتالي بسدد له من موارده الخاصة حسب ما يتفقوا. مثال نفس البيانات السابقة مع تغيير البند السادس مبلغ الاتفاق، يعني انه يقوم الشركين الف وب بسداد جميع حقوق الشريك المنفصل من مواردهما الخاصة في مقابل ان يتنازل الشريك عن حصته في الشركة للشريكين الف وب بالتساوي، المطلوب اجراء القيود اللازمة. وزعنا مثل ما اثبتنا فائدة رأس المال كالعادة، ورحلنا الفائدة للشريك المنفصل. بعدين رحلنا الجاري للطرف اليمين. بعدين رحلنا الاحتياطي العام مثل ما شفتوا سابقا. بعدين رحلنا الأرباح. بعدين رحلنا رأس المال. فبالتالي بضل حصته 240,000. 240,000 من حساب المفروض الشريك المنفصل يكون إلى
حساب المصرف او الصندوق الى اخره. فبالتالي شو صار هون؟ بدفاتر الشركه انتقلت حصته ل راس مال الف وراس مال ب، وهن بقى ما راس مال الخاص بيسددوا، يعني هن ما بيظهرون او ما بتنسحب اي ليره من الشركه. ليش؟ لانه هن خلص اشتروا الحصه، يعني بمعنى انه هن اعطوه مصاري واخذوا حصته بالشركه، فبالتالي ما في داعي انه راح لها حساب المصرف وبدوا هن مثلا يشتروا الحصه مره ثانيه يدفعوا للمصرف بدل الحصه. لا، يعني هون مثلا اذا بدهم هن يشتروا الحصه بالمثال السابق مثل ما شفنا انه اندفعت عن طريق المصرف، فممكن مثلا يندفع عن طريق المصرف نعطيه حصته ونقول له الله معك ورد نحن نمسك مصاري من حساباتنا الخاصه ونحطها مصرف الشركه، فبالتالي حصته ما نفوت بهالدوخه هي، خلص من نعمل مقاصه بحيث انه نحن ننقل راس ماله لراس مالنا الخاص، راس مالنا نحن عفوا او حسابه لراس مالنا، ونحن من اموالنا الخاصه بنسدد له المصاري. في حال تحديد حقوق الشركه المنفصله وكانت هذه الحقوق اقل مما دفعه الشركاء في الشركه، فان ذلك يستوجب معالجه الفرق فيما اتفق الشركاء على اظهار الشهره او عدم اظهارها في الدفاتر. اما اذا كانت حقوق الشريك المنفصل اكبر من المبلغ المدفوع له، فان الفرق الناتج يستوجب معالجه فيما اذا اتفق الشركاء على اظهار الاحتياطي العام او اظهار عفوا تضخم الاصول او عدم اظهاره في الدفاتر. بمعنى انه هون الشركاء رح نعتبر كانهم بحاله، رح نرجع حاله انضمام الشريك جديد، فهذا الشريك الجديد اما بيشتري حصه او بيدخل اموال الشركه، واذا اشترى حصه رح تكون قد الحصه قد قيمه الحصه الموجوده او اكبر او تساويها، رح يكون عندنا شهاده محل، رح يكون عندنا احتياطي عام، فبالتالي كل هالامور هي نحن رح نتلافاها. طبعا اخواني لهون بيكون انتهت محاضرتنا، ما حناخذ نحن طبعا مشان ما يصير عندكم تشويش كبير بالنسبه لدفع الحصه، واذا كانت الحصه اكبر او اقل من الحصه المطلوبه وبالتالي شهره المحل والاحتياطي التضخم، مشان ما يكون عندكم تشويش ويصير تفوتوا مثل ما بيقولوا تفوتوا بالحيط، لانه صار عندنا حالات اكثر من حاله اخذنا فيها الشهره والاحتياطي العام، فبالتالي هاي الحاله محذوفه ما رح تجي بالامتحان. محاضرتنا لليوم ما كانت طويلة لكن جدا هامة، عن طريق تقدير حصة الشريك تقدير جزافي وسدادة من أموال الشركة الداخلية أو الخارجية بحالة أنه الحصة قد بقد طلعت، ما أخذنا أنه أقل من الحصة أو أكثر من الحصة وأظهار الشهرة أو الاحتياط العام وعدم أظهارهم، هاي الحالة محذوفة. بتمنى اخواني انه تدرسوا المحاضره منيح، تراجعوها منيح. ان شاء الله بترككم بامان الله على امل انه نلتقي بالمحاضره القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.